احترق قلبي على علي ودود البحر طول العمر. انا اخ يا ربي اخ اخ، ما فيني احكي شي اكتر من هيك. والحمد لله والصبر بالله، وخلص في الله هو حقه بيوم الحق. ما فيني اقول لك شي اكتر من هيك ابدا، ما عندي بقى شي اقوله، ما عندي شي، ابني راح وخلص. بهذه الكلمات عبرت والدة الرقيب علي السيد عن المصيبة التي ألمت بها منذ سماع نبأ إعدام أحد أبنائها السبعة. رهف طفلة الرقيب لم تكمل عامها الثاني، ولم تفهم بعد أن والدها لن يعود ثانية إلى المنزل. أما الزوجة الحامل في شهرها الرابع فتحمل الحكومة مسؤولية ما جرى. أنا إيش ذنبي وإيش ذنب جوزي؟ أنا شو ذنبني؟ ليه لا يعملوا فيه؟ أنا إلي كلمة لقائد الجيش، لأنه هو السبب. أنا بحمله كل المسؤولية لإله. والحكومة كمان. الحكومة اللبنانية باشرت البحث في آلية التبادل بين الجنود المخطوفين على أيدي المجموعات المسلحة ومحكومين إسلاميين في السجون لديها، غير أن أهالي فنيدق يحملون الحكومة مسؤولية التباطؤ في معالجة هذا الملف، ما تسبب بحسبهم إلى إعدام أحد أبنائهم الرقيب علي السيد على يد الجماعات المسلحة. ويؤكد مقربون من ملف العسكريين أن مطالب الجماعات المسلحة تعقد المسألة، خاصة بالنسبة لمبادلة العسكريين بسجناء إسلاميين متهمين بأحداث مخيم نهر البارد. يعني كانت الحادثة نهار السبت، من التنين كان مجيش كل طاقاتها بكل الإمكانيات، تواصل مع كل الجهات لحتى يقدروا يتواصلوا معهم ويحرروا الأسرى. ولكن كمان بنفس الوقت يعني ما ننسى أنه هذه المجموعات يعني تعاطي معها صعب، وحتى يبدو أنه سقف المطالب تبعهم كتير عالي. ستة من العسكريين المختطفين من أبناء بلدات عكارية، وتوعد أهالي المختطفين بتصعيد تحركاتهم حتى الإفراج عن أبنائهم. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، فنايدق، عكار.